وضمانه وتموين بالمواد الاستهلاكية تدعمه جهود الحد من المضاربة والاحتكار، حيث تمكنت مصالح الدرك الوطني بحاسب نيف بوهران بالتنسيق مع أعوان مصالح التجارة من حجز 170 قنطارا من مادة الفرينة على متن شاحنتين. كما حجزت وحدات الدرك الوطني 72 قنطارا من مختلف انواع الحبوب ومشتقاتها بسيدي عبد الله بالعاصمه كانت موجهه للاحتكار والمضاربه. وبالعاصمة دائما تمكنت وحدات درك الوطني في ظرف وجيز من توقيف شخص وتقديمه لوكيل الجمهورية على إثر قيامه ببث فيديو مباشر ببلدية الرحمانية بهدف التحريض على خرق إجراءات الحجر الجزئي. في إطار محاربة ظاهرة الجريمة الإلكترونية وبالاستعانة بخبراء المصلحة المركزية للأمن السبرياني للدرك الوطني، تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عبد الله من توقيف شخص في ظرف وجيز. صاحب الفيديو قام ببث مباشر على حسابه محرضا من خلاله على كسر الحجر المنزلي المفروض من طرف السلطات الإدارية.